تبع للبليع. طبعا امامكم في الجدول عدد الاشخاص يعني المواطنين من جزائريين واجانب المتبرعين. ثمانيه محاور اساسيه. اذا بالنسبه نبلغ هذه الرساله ونعرض هذه النشاط. من بين هذه العمليات نجد ان هذه السنه تم تحصيل 607.871 كيلوغرام في مادة القنب الهندي الأقراص المهلوسة، حيث تم هذه السنة يعني حجز ما يفوق حجز 489,602 قرص مهلوس. إذا كان قارنا يعني مصالح أمن ولاية وهران مع باقي مصالح أمن الولايات الأخرى من الناحية الغربية، فكمية المخدرات الصلبة المحجوزة بأمن ولاية وهران خلال سنة 2020 هي ما يقابل نسبة 85.99% من إجمالي المحجوزات بالناحية الغربية.